احتفلت سفارة سلطنة عمان لدى الكويت بعيدها الوطني 47 لتعود إلى الأذهان ذكرى ميلاد هذه النهضة العمانية الحديثة. الاحتفالية حضرها عدد من الشخصيات والوزراء والسفراء الذين أشادوا بالنهضة العمانية وما تحقق في السلطنة من تقدم وازدهار. دولة الكويت دائما وأبدا تشارك وسلطنة عمان أفراحها. كان هذا بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد لسلطنة عمان الذي أقامته سفارة سلطنة عمان بالكويت. نبارك لصاحب الجلالة السلطان المعظم قابوس بن سعيد وللشعب العماني الشقيق بهذا اليوم المجيد، يوم العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، وهو عيد وطني لجميع دول الخليج. ونبارك كذلك للشعب الكويتي في هذه المناسبة المجيدة. الله يحفظ حكامنا، الله يحفظ حكامنا ولجلالة السلطان العمر المديد والصحة والعافية وكل الرخاء للشعب العماني الشقيق. من دواعي الشرف والاعزاز أن أمثل دولة الكويت في احتفالية العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة. هذا البلد الشقيق والشعب الشقيق الذي ينعم في أزهى أيامه في قيادة السلطان قابوس بن سعيد أطال الله في عمره، لم نعتاد من الأشقاء العمانيين إلا كل محبة، ونبادل الشعب العماني الشقيق ذات المشاعر، ومهما قمنا به تجاه الأشقاء في عمان نكون مقصرين لما يلمسه كل مواطن كويتي يتشرف بزيارة أشقاء في السلطنة. فكل عام والسلطنة بخير، كل عام وأبو السلطنة جلالة السلطان قابوس بألف خير. العيد الوطني المجيد يشرفني أن أنقل تحياتي لمولاي جلالة السلطان المعظم، وأتمنى له دوام الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العماني مزيد من التقدم والنماء والازدهار. وكذلك في هذه المناسبة الكريمة يسرني أن أهني أو أنقل تحياتي للشعب الكويتي الذي أبى إلا أن يشاركنا في عدة احتفاليات بهذه المناسبة. أقيم الاحتفال بحضور شخصيات سياسية واقتصادية ورجال الأعمال والدبلوماسيون حرصوا ليقدموا التهاني لسلطنة عمان الشقيقة بالعيد الوطني 47. سعادتنا كبيرة ونهني أخواننا في سلطنة عمان، في نهني جلالة السلطان في العيد الوطني 47 للسلطنة. العيد الوطني في السلطنة هو عيد للبحرين وعيد الكويت وعيد لدول مجلس التعاون. نتقدم بالتهنية إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس سلطان عمان وإلى الشعب العماني الشقيق بهذه المناسبة العزيزة، ونقول لهم الله يوفقكم ويظلون في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس، وتتقدم السلطنة من الأفضل للأفضل إن شاء الله. إن هذا العيد امتداد لأعمال الآباء والأجداد الذين حافظوا على التراث وحافظوا على 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 الأرض، ونحن في الكويت نتطلع إلى أهل عمان أنهم الأخوة الأصدقاء الأعزاء اللي يساندون الحق دائما، ولهم منا كل التقدير والاحترام. مشاعر حب وفخر وأخوة فاضت في هذه الاحتفالية بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد للسلطنة، جسدها هذا الحفل من خلال الحضور الكبير الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة. هنيئاً لأشقائنا في سلطنة عمان، العيد الوطني 47 المجيد لسلطنة عمان. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.